أضواء في السماء قبل لحظات من زلزال المغرب. إعصار مدمر يضرب ليبيا. وهكذا بدت الإسكندرية مع وصول العاصفة دانيال. هل حقاً؟ صفحات وحسابات على مواقع التواصل نشرت مقطع فيديو ادعت أنه لظهور أضواء كثيفة في سماء المغرب قبيل الزلزال المدمر الذي ضرب البلد. انتشار الفيديو جاء فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت الأنقاض. بعد التدقيق، الادعاء خاطئ. الفيديو لا شأن له بزلزال المغرب. البحث عنه أرشد إلى حساب على تيك توك نشر الفيديو عام 2020 وأرفق بتعليق ساخر يفيد أنه يظهر كائنات فضائية. مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو زعموا أنه يظهر العاصفة التي ضربت ليبيا وأدت إلى سيول وفيضانات وراح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى. الفيديو حظي بعشرات آلاف المشاهدات. بعد التدقيق، الفيديو مركب وهو بالأصل عمل فني. البحث أظهر أنه منشور في حساب على منصة التيك توك ينشر مقاطع مركبة، والإعصار نفسه استخدم في مشاهد أخرى، ما يشير إلى أنه مصمم رقمياً. صورة تداولتها صفحات وحسابات على مواقع التواصل قيل إنها تظهر سماء مدينة الإسكندرية المصرية مع وصول العاصفة دانيال إلى مصر. الصورة ملتقطة من شرفة مبنى وتظهر سماء شديدة الحمرة. بعد التدقيق، الصورة قديمة وتعود لعاصفة رملية ضربت مدينة السويس يونيو الماضي، وأغلقت السلطات حينها مرفأين على طول قناة السويس، وأوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع كمامات والحد من تنقلاتهم.